مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. اليوم سوف نتعرف معا على أحد الأسماء العربية الجميلة التي تتميز بمعانيها الرفيعة والقيمة، وباعتبارها من الأسماء النادرة والقليلة الانتشار. ابقوا معنا لتتعرفوا على معنى وصفات هذا الاسم. معنى اسم شكرية. شكرية اسم علم مؤنث من أصل عربي، مذكرها شكري وهو بصيغة النسبة، وعلامته ياء النسبة في آخره. مصدره شكر من الفعل شكر وشكر لي، يشكر شكرا وشكرانا وشكورا، فهو شاكر وهي شاكرة، والمفعول مشكور، يقال شكر الله أي حمده وأثنى على نعمه، ويقال شكر له معروفه أي ذكره وأشاد بإحسانه. وشكرية من النساء هي الإنسانة المعتادة على الشكر والإطراء والمكثرة من الثناء للآخرين، المعترفة بالجميل والمقدرة للإحسان. وأما لغة فيأتي بمعنى حمدية وثنائية على إحسان الله علي. صفات حاملة هذا الاسم: إنسانة محبوبة وتحب الحياة وتبني صداقات كثيرة، تبحث عن كل عمل ينشر ذكرها الطيب في محيطها، لا تبخل بشيء لمن يحتاجه، فهي صاحبة نخوة وكرم نفس، يظل في قلبها حنين وشوق دائم للماضي وذكرياته، تميل أحياناً للتدخل في الشؤون الخاصة للآخرين، عصبية في بعض الأحيان إلا أنها تعود لرشدها وهدوئها سريعاً. وهذه بعض الأبيات الشعرية: يا شكرية القلب، يا نسمة الزهر، يا نور العين، ويا قمر الدهر، في كل ليلة تحضرين أحلامي، تجعلين من ليلي نهارا مشمس، يا شكرية، يا من تملكين روحي، أنت القصيدة وأنت أعذب الشعر، من عينيك أرى الدنيا بألوانها، ومن بسمتك أستلهم عذب النظم، أحببتك بكل ما في من ود، وأكتب لك يا غالية العمر. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم شكرية؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك، ولا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.